أن الحديث عن من صاحب العملية الانتخابية منذ الإعداد إلى يوم الاقتراع إلى يوم التأسيس. نسجل نحن كتلة تاردة تجمعنا. مع الأسف كما كان متوقعا الالتفاف على الإرادة ديال الساكنة ديال مدينة تارودانت. تنعرفوا باللي المجلس السابق الذي كان يتسير العدالة والتنمية واللي كان أعطاها ساكنة تارودانت 23 مقعد أغلبية مريحة في الولاية السابقة، في الولاية الحالية في الانتخابات الحالية تعطاتها 3 ديال المقاعد، ولكن مع الأسف اليوم تنتفاجئوا اليوم أثناء التشكيلة ديال المكتب المسير للجامعة الترابية تارودانت أن هناك التفاف مقصود على الإرادة ديال الساكنة تارودانت، وتتجلى هذا الالتفاف في تبويء الأعضاء المكتب المسير السابق بما فيهم رئيس الجماعة السابق اللي هو من حزب العدالة والتنمية، تبوأوا مسؤوليات داخل المكتب المسير، وبالتالي هنا تنسجلوا الالتفاف على الإرادة ديال الساكنة وإرادة حتى على المواطنين المغاربة، لأن الحزب اللي كان قبل راه كان عقوبة ديالو من الساكنة ومن الشعب في إطار التصويت ضده. وحنا ككتلة ديال تارودانت تجمعنا تنسجلوا بأننا من موقعنا كمعارضة سنتصدى لكل الانتكاسات والتراجعات وكل ما يسيء وما من شأنه أن يسيء إلى الساكنة والمدينة أيا كان مصدره.